علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في الصين أمام آلاف المسلمين وأنتم عنها غافلون، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. قال الدكتور السيد محمد نافع استشاري الجراحة العامة والمفكر الإسلامي إن الاستنساخ البشري الذي تقوم به شركة صينية يعد إحدى علامات الساعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف نافع إن من بين علامات الساعة التي أشار لها الرسول الكريم قوله أو أن تلد المرأة ربتها أو أن تلد المرأة بعلها، وكونها علامة من علامات يوم القيامة لابد أن تفيد العموم والانتشار، كما أن فيها الغرابة والاستنكار. وأوضح أن هذا الجزء من الحديث الخاص بعلامات يوم القيامة معناه أن المرأة تلد ولادة حقيقية، ورفض الباحث أن يكون معنى ربتها السيدة أو التحكم أو حتى تفسيرها بأنها سوء معاملة الإبنة لأمها. فلا يمكن أن يعود عصر العبودية بعد أن ألغاها الإسلام وينتشر ليصبح ظاهرة، كما أن هناك بعض الأحاديث التي تنهي ذكر لفظ الأمة والرب بمعنى العبيد والأسياد، فالرب هو الله سبحانه وتعالى والعبد هو الفرد المؤمن بالله. وبالنسبة لتفسير المعاملة السيئة من الإبنة للأم فهو لا يستقيم مع لفظ الحديث تلد. وخلص نافع من ذلك إلى أن المعنى النهائي للحديث أن المرأة تلد أمها وتلد زوجها، بل وأكثر من ذلك تلد نفسها، وهو ما يمكن أن يحدث بالاستنساخ البشري، فهي يمكن أن تلد أي إنسان في الدنيا حتى لو كان نفسها. إذن فهذا الاستنساخ علامة من علامات يوم القيامة ونهاية العالم. وأشار المفكر الإسلامي إلى أن معنى الاستنساخ أن تلد إنسانا نسخة طبق الأصل، وهو ما يمكن أن يحدث بالفعل بل وحدث فعلا، حيث ذكرت العديد من وسائل الإعلام إلى أن الصين باتت جاهزة لإنتاج بشر بالجملة مستنسخين، وهو جزء من الثورة البيوتكنولوجية مثل الهندسة الوراثية والبشرية. وبين أن الاستنساخ بمعنى بسيط هو تكاثر لا جنسي، فلا حاجة فيه لحيوان منوي ولا بويضة، فقط بويضة الأنثى يقوم العلماء بتفريغها من محتواها والصفات الوراثية، ثم تتحول إلى كيس فارغ ثم يحقنها بنواة أي شخص يريد استنساخه من أي خلية من خلايا الفم أو غيرها، بل حتى يمكن أن تلد المرأة نفسها وأمها وغيرها، ولكن يبقى هذا الطفل دون أب ودون هوية واستكمل، وحتى الأم نفسها ليس في هذا الطفل شيء، فلا صفات وراثية لها ولا علاقة لها بالطفل، فالأم حضانة والأب مجرد خلية. أما الطفل فهو في الواقع توأم أبيه لأنه يحمل نفس الصفات الوراثية لهذا الأب، فالمادة متشابهة لكن الجوهر والروح مختلفة، وهي التي تؤثر في النهاية على الشخص. وأكد نافع أن هذا الاستنساخ له تأثير كارثي على مستوى اختلاط الأنساب وتجارة البشر، حيث إن إنتاج البشر بالجملة بهذه الطريقة يعني أنهم سوف يكونون مملوكين لصاحب رأس المال الذي أنفق على تلك التجربة. وحيث قيام البعض بالترويج للاستنساخ بأنه دراسة لعلاج العقم، قال نافع إن هذا مناف للواقع، حيث إن المولود عبارة عن أخ للأب نفسه أو الأم نفسها، وهي كلها حجج واهية. ولفت المفكر الإسلامي أن الاستنساخ في حد ذاته إعجاز يثبت تبرئة للعذراء مريم من تهمة الزنا التي اتهمها بها اليهود، فها هما الآن العلماء يقومون باستنساخ أطفال دون أب ودون زنا، كما أنه لا يصح أن يقال عن هؤلاء الأطفال أنهم ابن الله، وإلا سيكون كل هؤلاء المستنسخين كانوا أبناء الله. يذكر أنه أعلنت إحدى الشركات الكبرى الصينية المتخصصة في الاستنساخ عن استعدادها لإطلاق عملية استنساخ البشر. ويقول العلماء العاملون في الشركة إن التكنولوجيات الحديثة تسمح بعمل ذلك، وهناك فقط عقبة رئيسية تمنعهم من استنساخ الإنسان هي الرأي العام،
وتنوي الشركة إطلاق عملية استنساخ الكلاب والبقر والماعز بحلول عام 2021. وقال رئيس الشركة كاساو كونغ أنه تتوفر في الشركة تكنولوجيات تمكنها من استنساخ الإنسان، ويستمر خبراء الشركة الآن في العمل على تطوير سبل استنساخ القرود كي يمنعوها من الإصابة بأمراض خطيرة، ثم تبقى خطوة بيولوجية واحدة تخطوها الشركة للانتقال من القرد للإنسان. والآن نهدي لكم هذا الدعاء الجميل للرزق. إذا كنت تعاني من الفقر أو الدين، اقرأ معي هذا الدعاء لعل الله يتقبله منا. فرددوا ورائي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنته، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.